فاطمة هي فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام كما لا يخفى، زوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وابناها الحسن الحسين. وقد قال عليه الصلاة والسلام في ابنيها الحسن الحسين سيدا شباب أهل الجنة وأبوهما خير منهما. وقال عن فاطمة قال هي سيدة نساء أهل الجنة. ومن مزاياها كما قيل إنها لا تحيض، وإذا وضعت لا ينزل معها دم، وقد جاء هذا في حديث لكنه لا يصح. والأصل أنها كبنات آدم يأتيها ما يأتي النساء، وهي بضعة من النبي صلى الله عليه وسلم، وهي حبيبته، وكان عليه الصلاة والسلام كما جاء عند البخاري في الأدب المفرد إذا رآها قادمة قام إليها وقبلها وأجلسها في مكانه. ولما خطب علي رضي الله عنه ابنة أبي جهل ليتزوجها غاضبت رضي الله عنها وأتت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت يتحدث الناس أنك لا تغضب لبناتك، قال ولما؟ قالت هذا علي قد خطب بنت أبي جهل. قام عليه الصلاة والسلام فقال إن فاطمة بضعة مني، يعني قطعة مني، يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها، وقد استأذنوني والله لا آذن والله لا آذن، وإني لا أحرم حلالا ولا أحل حراما، ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله عند رجل واحد إلا إذا أراد علي أن يطلق ابنتي. والحديث عن هذا قد عد من مناقب علي رضي الله عنه، فإنه رضي الله عنه ترك هذا الزواج. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام لمكانة علي عنده منعه، وذلك لأن فاطمة بضعة منه، فإذا تأذت فاطمة تأذى النبي صلى الله عليه وسلم، وأذية النبي صلى الله عليه وسلم أذية لله. ففي هذا كف لعلي رضي الله عنه أن يقع في ذنب ومعصية،